اليوم في لعبة لروبن هود بدنا نتسلى فيها، وطبعا فكرتها انها اوبن وورلد وبدك تمشي وتكتشف وتجمع وتعمل كتير اشياء. طبعا وصلت الكنترولر لانه بصراحة الكيبورد ما بينلعب فيها ابدا بالعاب الاوبن وورلد، لكن التحكمات طلعت مختلفة شوي. انا كتير لعبت العاب اوبن وورلد لكن هالمرة شوي تحكمات مختلفة. اول ما ندخل الجيم رح تفهم قصدي، لكن قبل ما ندخل بدي احكي لك جماعة جوجيتسو بدكم تحكولي. نحن وصلنا للشابتر الرابع وبصراحة الامور احتدمت كتير. اكتبوا لي بتحبوا الفيديو القادم يكون عن هي الجيم ولا نلعب لعبة تانية. كالعادة الكومنت واللايك هو اللي بيدل على وجودك، لذلك اعطيني لايك واشترك اذا كنت جديد، وخلينا اليوم نشوف الجيم. اول ما دخلت الجيم بيعلمك شوية اشياء، منها كيف تاكل ومنها كيف تشرب، لكن بصراحة ما استفدت شيء، لا اكلت ولا شربت. طبعا وقعت من على الشجرة، ما تسألني ليش طلعت لانه كنت عم ببحث على صنوبر. المهم وقعت وتدمجت، لكن ما بعرف كيف شيل هذا اللون الاحمر اللي تحت. تحكمات جدا بسيطة اللي هي المشي والضرب، وطبعا فيك تعمل على اساس مثل انك تختار الاسلحة او ما شابه، وكمان فيك تعمل الطعام انت، تروح مثلا على نار تساوي مثلا تطبخ اللحم، يعني مثل اي لعبة عالم مفتوح. تحت في لون احمر بيطفي وبيشعل وانا ما بعرف لشو هي، يمكن الاستمنة بس ماني متأكد. المهم انا بدي اجمع صنوبر اجباري. بالمناسبة فيها ضوء فلاش، فيك تشغل ضوء فلاش، ما بعرف ليش، يعني انا ماني سيارة بس اوكي. يلا نوصل على المكان اللي حددته لانه بصراحة الصنوبر يبدو مهم، اي من متطلبات اللعبة. اوكي شوف انا صرت بالمكان المفروض هون يكون في صنوبر. طيب وين؟ طلع لي احيانا على الارض بيكون في صنوبر مثل وقع مثلا او مقسوم او ما شابه، بس وين؟ انا بعرف الشجر. اسمع ما يكون لازم نضرب الشجر، خلينا نشوف بهي الطريقة معقول؟ يا ترى وين؟ اوكي انا شغلت هذا مثل البحث على اساس انك تشوف الاشياء. شوف هاي الشجرة، اوكي وصلت هاي. الو شوف، اوكي هذا الشجر الصغير. ما فهمت بس اوكي. بدك تجيبها بالمنتصف، اوكي. حلو اوكي، بدك تجيبها بالمنتصف. لسه؟ الاستامينا تحت بتروح، اوكي. يلا بس هات. واو شوف الخريطة كم هي كبيرة، يعني فكرت بس هي جزئية قام طلع كل هي الجزئية، اوكي. طيب. هي فاست ترافل. خليني ارجع لعند الحصان وبعدين حدد وروح. اللعبة منطقيا حلوة لكن شوي تحكمات غريبة. طبعا انا وبتجه للمكان اللي حددته بالخريطة كل شوي يموت الشخصية، ما بعرف ليش، ما بعرف شو السبب. لذلك خلينا نعمل اكلة سريعة او ناكل التفاح مثلا. انتبهت انه شخصيتي عم تخسر. اسمع خلينا نشوف كده ناكلهم. اوكي ما زاد شيء. كيف بدنا نزيد الاتش بي؟ شوف الاتش بي بينقص، اوكي. طلع شايف؟ اوكي شخصيتي عم تخسر بدون سبب. بدون سبب الاتش بي بينقص، هي ما عرفت ليش. طيب خلينا نجرب نروح ننام على اساس على امل انه شو يتنشط شوي. وين غرفتي صارت هي؟ هون؟ اوكي هون. هون اوكي. تعال نجرب. خلينا نجرب. نختار الصباح. اوكي، على امل انه شو يتحسن الاتش بي. وصلت الفكرة، وانا عرفت ليش عم يخسر. طلع ليش. اول شيء لازم يشرب ماء، تمام؟ اي يمكن محاكاة حقيقية للحياة، يعني مو بس انك تلعب عادي، لا محاكاة حقيقية للحياة. طيب هات هي خليها كمان هون. اسمع اذا شربت ماء انا، تعال نشوف معدل الماء بيزيد. شايف بيزيد. طيب اذا اكلت التفاح شو بيصير؟ شوف زاد شوي. ايوه معناتها هي محاكي حقيقي للحياة. خليني اكل التفاح كله، خلص التفاح. اذا نشوف لازم تعرف كم انت شربت وكم انت اكلت وكم انت ركضت وكل شيء كل شيء. طيب خليني بس اعبي الماء تبعي لان الماء يمكن خلصت. اوكي فيني اعمل 2.
ممتاز ممتاز. اوكي، وهلا خلينا نروح على المكان المطلوب، واخيرا فهمنا موضوع اللعبة، يعني لازم تشرب وتاكل. ضل بس دخول الحمام بس ما يطلع لي كمان بيصير مشكلة. بكل الاحوال نحن بالغابة وما في حمامات، في اشجار، يعني الموضوع كثير قريب. اوكي طيب، خلينا نمشي من هون. لحد الان المشي فاشل جدا، يعني اسلوب المشي بالجيم فاشل للاسف. تسلق، فيني اتسلق ولا لا؟ لا. اوكي فيني اطلع من هون. اوكي فيك تساوي هاي الحركة. شوف تعب. اوكي تعب، يلا نمشي. انا انتبهت انه الاتش بي كل شوي بينقص كمان. اوكي اظن وصلت المكان. اوكي بدنا ننتبه، والله بدنا ننتبه. شوف وقعت وقعة سيئة جدا، بس وصلت المكان، هي اهم شيء. انسالي انه رح نخسر، بس شوفي هون. اوكي في حجر، طيب فيني اكسر الحجر؟ ما فيني ابدا. اوكي انسى الموضوع، مدري شو شربت لكن زاد الاتش بي. بصراحة اللعبة غريبة يا اخي، بصراحة ما انا حلوة ابدا لحد الان. هو كاتب لك شو لازم تساوي، بدنا نعمل اسهم. طب كيف اني ساوي اسهم؟ اوكي خلينا نعمل قوس، هي عم ساوي القوس، ساويت القوس ودور الاسهم. خلينا نعمل اوكي بس سهمين. يا سلام الفشل، بس سهمين. اوكي صار معي قوس، ممتاز. انا رجعت القرية ورح نحكي مع الشخص المطلوب. يا ترى وين؟ اوكي هالاخ هون. يا سلام، شوف رفعني شوي الاكس بي الخبرة وعطاني مهمة جديدة. طيب اسوأ شيء بالجيم انه كل شوي بدك تخليه ياكل ويشرب. بصراحة ما طلع معي اشياء تنأكل، اكتر شيء طلع الاحجار، يعني اذا الاحجار بيمشي الحال ليش لا. طيب خليني اشرب الماء. شو هاي؟ صندوق، خلينا نشوف. واو شو هذا؟ واو شوف شو طلع، طلع الاشرار. اوكي سؤال، ليش ما بيضرب؟ اوكي ضربته. الو، اوه الحركات، شوف الحركات. اوكي اضرب. المكان ليس جيدا ابدا. هات شو معك اشياء، هات صندوق. اوكي ممتاز ممتاز جدا ممتاز جدا، واخيرا هاجمت بالسيف، هي اول مرة بهاجم بالسيف. مشي نطلع، هو صاير بمرتفع المكان. اوكي مين الشباب؟ شخص جديد، شو اللي بصير؟ شوف هذا معه فأس. ايوه بس يا الضربة بس، ايوه بس، نايس نايس. يلا اللي بعده، يلا بس يلا بس، هات كل شيء معك، هات هي. شو بيضربهم؟ شو بيضربهم؟ يلا نضرب بس. اوه الاتش بي، يلا بس يلا بس، يلا سلام. اوكي هات. اوكي قوة العلاقة على اساس بيني وبين هدول الاشخاص، بس ما فهمت شو الفائدة. المهم خلينا نمشي مع نكمل ما قد بدأنا به، مو نمشي ما قد بدأنا به، على الاقل بس اوصل وشوف الشخص والتاسك التاني يا اخي. بس لو يتسلق، حتى لو استهلك ستامينا، المهم كان بس يتسلق. شوف شو كتب، ارجع لعند الاشخاص تبعك. ما خلاني ابتعد كتير عن الاشخاص، ليش شو السبب ما بعرف. بالمناسبة اكتشفت كمان انه فيك تعمل تبطيء للسرعة،
بس تستهلك ستامينا وشوية شغلات تانية. اوكي شوف، هاي الطريقة للأعلى وأخيرا. هي الهضبة هي المشكلة، هي الهضبة هي المشكلة. طيب اوكي طلعت، خلينا نشوف شو هذا الدرج. في صوت جنبي، في صوت جنبي. اوكي اوكي هذا الغزال كان ماشي جنبي. طيب بدنا ناخذ لحم. اوكي بدنا نصيد وناخذ لحم. طيب المهمة هي اللحم. خلينا نجرب السهم، تعال نشوف السهم يا ترى كيف. اوكي شوف وين بالاعلى، رح نستخدم ميزة التبطيء. الشمس قوية. واحد اثنين، يا سلام. اوه شوف، ولا واحدة. الفيزياء بتبكي هون، الفيزياء لازم تعملها صح. يلا بس، يلا بس، ايوه يلا بس. هات هات هات. اوكي هات، اخذت خمسة. اوه تعبت. شوف ما بيخليك، سويت اسهم فضي مكان. يا سلام، فضي مكان بس رجع شو امتلأ المكان. يلا بس. اوه قريبة. وين راح؟ وين راح؟ يلا واحد اثنين. اوه قريبة. اوه يا الضربة، شوف يا الضربة. اوكي عمل لك عليها مثل فيديو. طيب ممتاز ممتاز. اوكي وين كان لازم التوصيل؟ ايوه هون. ممتاز خليني ارجع لك. لا والله هون. اوكي وين اللحم؟ انا حطيت كل اللحم اللي معي بس ضل لسه ناقص خمسة. بصراحة ما عرفت وين هي، يمكن هي كمان لسه ناقص. انا حطيت كل شيء معي، يمكن كان ناقص لسه لحم، يمكن كان لازم لسه نجمع لحم. بس طلع اخذت هاي الخوذة، هي مو خوذة يعني قبعة قماش. هاي شايف شكلها؟ خلينا نعطيها تقييم. هاي هي الجيم واخذنا فكرة عنها، بصراحة ما عجبتني ابدا. يعني يا اخي مثلا خليها اوبن وورلد وخليك تنتبه على شوية اشياء، بس خلي فيها مساعدات، خلي فيها حكي اكتر، خلي كمان انه الايتمات تعرف شكلهم، شكلهم يكون واضح. يعني اللحمة شكلها مو لحمة، والماء شكله مو ماء، والملح شكله مو ملح، واشياء واسهم وخشب وحديد وكل شيء شكله شوي يعني مختلف عن العادي. هاي النقطة انا ما اتفقت معها، لذلك بصراحة التقييم لهي الجيم رح يكون 5 من 10. انا رح اكتفي فقط ب5 من 10 لانه اللعبة ما كتير عجبتني. بتمنى تكتب لي رأيك بالكومنتات. هاي هي الجيم، عطيني رأيك فيها بالكومنتات. لا تنسى تعطيني لايك، تشترك اذا كنت جديد، واشوفك في فيديوهات والعاب قادمة. مع السلامة.